بكل عزم تمضي الدولة في مشروعها القومي لتوفير السكن الآمن واللائق بمواطنيها، مخلفة وراءها عقودا من الإهمال عانى خلالها المواطن من غياب الخدمات الأساسية وانتشار العشوائيات والمساكن الخطرة. المرحلة الثانية من مشروع الإسكان القومي بشائر الخير 2 بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية بقعة جديدة من بقاع التنمية والتطوير، كانت على موعد مع الأمل في مستقبل أفضل، والتي شهدت افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لها بتدشين وتسليم 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية لاستيعاب نحو 10,000 مواطن، إلى جانب العديد من الخدمات، حيث تم تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة. هذا المشروع الحضاري ليس نهاية المطاف، فهناك مشروعات أخرى يجري العمل فيها على قدم وساق، مثل بشائر الخير 3 و5، والتي ستصل بنهاية تنفيذها إلى حوالي 600 عمارة بها حوالي 30,000 وحدة سكنية على مسطح أرض 225 فدان تقريبا، ومسطحات تجارية تصل إلى حوالي 200,000 متر مربع. محافظ الإسكندرية استعرض خلال كلمته إنجازات الدولة بالمحافظة خلال 5 سنوات الأخيرة في مجالات المشروعات السكنية والطرق والكباري والصرف الصحي بتكلفة بلغت نحو 39 مليار جنيه. على رأس المشروعات الخاصة بالعشوائيات مشروع التطوير الحضري بشائر الخير بمراحله الأربعة، بشائر الخير 1 و2 و3 و5 بإجمالي 30,000 وحدة سكنية. والحقيقة بشائر الخير 3 لما هتكلم عنه نتكلم على أن اسكندرية ما زال متبقي فيها 8 مناطق رئيسية، هذه المناطق تصنف على أنها مناطق غير آمنة وخطرة. الرئيس السيسي أكد خلال مداخلاته على رسائل عدة كان من بينها عدم تهاون أجهزة الدولة مع انتشار العشوائيات والبناء المخالف والحصول على كافة مستحقات الدولة من المستثمرين الذين انتفعوا بممتلكاتها المؤجرة لهم طوال الأعوام السابقة دون تسديد ما عليهم من مبالغ. يتعمل عقد حكومي، عقد إيه؟ حكومي، وثيقة مؤمنة تخرج للناس كلها. اتفضل يا علي، تخرج للناس كلها الوثيقة ديت وتقول كل واحد حقنا ايه، انت تاخد واحنا ناخد، لكن انت تاخد بس لا، الكلام ده مش مقبول، مش كده ولا يا احمد؟ تمام يا فندم. وانا بقول الكلام ده لان احنا كلنا كمسؤولين ما بناخدش بالنا من حق الدولة، وده امر انا ما بسمحش بيه ومش هسمح بيه. المسؤول اللي موجود على رأس كل مكان ينتبه كويس جدا لكل قرش ندي للناس حقها وكمان وناخد حقنا. معقول بقى نعمل عقد بعشرين 25 سنة يدفع سنة والعشرين ما يدفعوش؟ وطالب الرئيس السيسي المجتمع المدني بالمساهمة في المشروعات التي تدشنها الدولة وتقديم الدعم اللازم للقضاء على العشوائيات وتوفير مسكن حضاري يليق بالمواطن المصري. اوه تفتكروا بشار الخير اللي اتعملت دي واللي احنا شايفينها وفرحانين بيها دلوقتي امر معمول كده؟ لا، ده وراه جهد وهمه من رجال الاعمال وبنشكرهم، ومن البنك الاهلي وبنشكره، ومن تحيا مصر وبنشكره، ولكن ما فيش الاموال الكافيه من كل العناصر اللي انا اتكلمت عليها دي انها تعمل المشاريع دي، سواء كان بشار الخير اللي فاتت او الاستكمال او اللي حضرتك بتقصده بتاع بشار 6. وقد قام الرئيس السيسي بتسليم 10 عقود وحدات سكنية للمنتفعين بمشروع بشائر الخير 2. جولة تفقدية أجراها الرئيس السيسي بالمشروع شملت الاطلاع على بعض الوحدات السكنية والمجمع الرياضي الذي شهد به عروضا رياضية.
وتمضي مصر بسواعد أبنائها في إنجاز مشروعات التنمية والتطوير نحو مستقبل أفضل ينعم فيه المواطن المصري بمسكن حضري وخدمات لائقة. علاء رشوان، النيل. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم في وقفتنا الحوارية الثانية في حلقة اليوم من القاهرة، وأجدد التحية أيضا بضيفي في هذه الوقفة الحوارية سيادة النائب المهندس معتز محمود عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب. برحب بحضرتك سيادة النائب. سيادة النائب، كما تابعنا في التقرير السابق افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس للمشروع الحضاري بشير الخير 2، الحديث عن خطة الدولة لتوفير مساكن لأهالينا في العشوائيات الخطرة واستيعاب أعداد كبيرة من السكان في هذه المناطق. قبل ما نتطرق إلى هذا المشروع، كنا بنتحدث في الفاصل أنا وحضرتك عن فكرة العشوائية. العشوائية بتمثل قد إيه في العمران في مصر، والمشكلة دي سببها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك، احنا عندنا في مصر 1,800,000 مبنى بدون ترخيص داخل الاحواز العمرانيه. لو افترضت ان المبنى فيه 10 وحدات فبتكلم في 18 مليون وحده من غير رخص اساسا داخل الاحواز، ما بتكلمش على الارض الزراعيه. زائد عندي 500,000 دور، تمام، ناس واخده ترخيص وخلفت في الارتفاع. لو اعتبرت ان الدور فيه 4 وحدات فبنتكلم في 20,000,000 وحدة في مصر، تمام، مخالفة. ال20,000,000 وحدة دول معناها ايه حضرتك؟ عشوائيات. يعني ايه عشوائيات؟ ايه هو معنى كلمة العشوائية؟ نعم. ان بيتم انشاء كتلة سكنية بدون تخطيط. يعني ايه بدون تخطيط؟ ما فيهاش مرافق ولا مية ولا غاز ولا كهرباء، البناء يبقى عشوائي، ما فيش حدود للارتفاع، ما فيش خطوط تنظيم. عشان كده حضرتك اما تيجي في مصر جميع القرى بتاعتنا او نقول 90% منها والمراكز عباره عن عشوائيات. حضرتك انزلي في الاقاليم في مصر، هتيجي قريه في مصر، قريه واحده في مصر، تمشي في شارع فيها ما يكونش في اوله 5 متر، بعد كده يبقى 2 متر، بعد كده يبقى 1 متر، لدرجه ان في بعض الاحياء عربيات المطاف ما تعرفش تخش. نعم. سواء في القرى او الاقاليم. فدي قنبله موقوته. العشوائيات دي تراكمت في خلال 60 سنة، مش في خلال سنة ولا 2 ولا 3. طيب، سيادة الرئيس أول ما جه أعلن إنه لابد من القضاء على الإيه؟ العشوائيات. طيب، فإحنا قسمنا العشوائيات لثلاث أصناف. عشوائيات خطرة اللي تهدد حياة المواطن، اللي هي ألف، وفي عشوائيات خطورة أقل اللي هي ب، اللي هي بتؤثر على صحة المواطن لكن لا تهدد حياته. تم حصر الوحدات دي حوالي 100,000 أسرة في مصر حياتهم مهددة بالخطر. عشوائيات خطر. خطر، إن ممكن اللي يحصل انهيارات عندهم. تم عمل برنامج، والحقيقة تم تنفيذ 45,000 وحدة على مستوى الجمهورية. حاجة بنتكلم 100,000، لو بنتكلم الأسرة تعداد 5 أو 7 فبتكلمي حضرتك في 700,000 مواطن حياتهم متعرضة للخطر. ففي برنامج اتعمل ان يتم في خلال 2 أو 3 أعوام تنفيذ 100,000 وحدة. ما تم تنفيذه على أرض الواقع 45,000 وحدة من 100. في الأصمات 1، أصمات 2، أصمات 3، في المحروسة، في بشاير الخير افتتاحها السيادة الرئيس، كل دي عشوائيات خطر. كان قبل كده بيحصل ايه؟ نستنى ما البيوت تقع، بعد كده الناس نحطها في خيم، وبعد كده ندور بقى على هنسكنهم. فاحنا دلوقتي بنعمل خطوه استباقيه، وده جاي متوقع حضرتك ان صندوق العشوائيات يخلص البرنامج 100,000 وحده بنهايه العام القادم باذن الله. 2019 القضاء تماما على العشوائيات الخطره. الخطره وليس على العشوائيات، لا، على الصراع الجمهوري. نعم، تمام. الخطوره به عندي 102,000 وحده اللي هو بقى ماشي فيه حضرتك مثلا كابلات كهرباء خطره، ما فيهوش صرف صحي، ما فيهوش ميه، ما فيهوش اللي هي يوفر حياه كريمه للبني ادم هناك.
ده تم حل مشكلة حوالي 55,000 واحدة. من كام؟ من 102. وجاي العمل حضرتك على ايه بقيه الوحدات؟ فاحنا بنتكلم كده حاجة 200,000 واحدة متوسط 7 افراد، فبنتكلم في حضرتك في حوالي 2 مليون وشوية، او بين 600 ومليون 700 حنا مشكلة. 80% بعمل عشوائيات التانية دي قبل ما نفكر ازاي نعيد تخطيطها ونعالجها، نفكر الاول ازاي نمنعها. هو ليه بيبقى فيه عشوائي؟ اقول لحضرتك، في اسباب يتحملها المواطن، في اسباب تتحملها الحكومة. طيب ايه الاسباب اللي تتحملها الحكومة؟ ان صعوبة الحصول على التراخيص، تمام، عدم وجود احوزة عمانية، لان اي كتلة سكانية، يعني حيز عماني حضرتك، في حاجة اسمها حيز، في حاجة اسمها كردون. حضرتك ساكنة مثلا في مصر الجديدة، المفروض بعملك احوزة ان انا اخد اراضي اعمل بقى التجمع واعمل العاشر واعمل السوق، ده شغالين فيه. اجي في الجيزة والدقي ومنسين بعملهم 6 اكتوبر اللي هي المدن الجديدة، لو ده بوسع الايه الاحوزة الامتداد. طيب في اماكن تانية زي فيصل مثلا، زي عزبة الحجانة، زي الاماكن في الصعيد، بيبقى العشوائيات سبق الاحوزة. يعني انا عندي حاجة، في حاجة اسمها حيز، في حاجة اسمها كردون. المفروض الكردون ده حضرتك بيبقى اوسع بحيث ان الامتداد بتاع الحيز يكمل الكردون. انا بقيت الاحوزه سابقه الكردونات خلاص. فعقبال ما بيخلصوا المخطط الاستراتيجي ويجي ينفذوه على ارض الواقع تكون العشوائيات اتعملت بالفعل. طيب هي الدوله ليه بتتاخر في العمل ده؟ اقول حاجه، قصدي ليها قصه وابتدينا نحلها دلوقتي، لان بيشترك في الموضوع ده 7 أو 8 وزارات. حضرتك انت عندك مشكله ان معظم 50% والقرى عندنا في مصر مالهاش زي الصحراوي. نعم. فبيحصل ايه؟ ان الناس بتزيد فبتتعدى على الاراضي الزراعيه. تمام؟ فعشان كده لازم يبقى الحل ان احنا ايه؟ نتوسع راسي. نعم. عشان اقلل الكلام اللي هو اعمل مجتمع تعقل الارض الزراعيه. اعمل مجتمع، بقول لحضرتك في جزء على الدوله اللي هو الاحوزه، وده على جناه باجتماع مع دوله رئيس الوزراء والدكتور عاصم الجزار. والحقيقه خدنا قرارات ان هيئه المجتمعات العمانيه في موصله، هيئه التخطيط هتبعت الوزارات المعنيه، التراد المدني، الزراعه، الري، على مستوى الجمهوريه تديهم الاحوزه. لو ما ردوش خلال 6 اشهر بتبقى تعتمد على طول. نعم. عشان نسرع موضوع الاحوزه. طيب تاني حاجه حضرتك، دي الجزئين اللي هم على الدوله. المواطن بقى. زائد برضو ان المواطن دخله لا يتناسب مع ايجار الوحده المرخصه او مع ايه التملك، فبرجع للمخالف. فدوله حلت الكلام ده ان انا بعمل اسكان اجتماعي، يبقى دي مشكله كانت موجوده على الدوله نبتدي ايه نحلها. طيب صعوبه التراخيص هنبتدي نحلها في قانون المعالجه مخالفات البناء، في قانون 119. برضو كان في مشكله على الدوله ان للاسف الشديد ان المحافظين والمسؤولين بيغيروا شطات المباني. يعني ايه بيغيروا شطات المباني؟ هكذا بنبص الحي زي المعادي، زي مصر الجديده، زي الزمالك، زي جاردن سيتي، ده تخطيطه اساسا كان معمول على اساس انه فيلل وارضي ودورين. تمام؟ حصل ايه؟ بعد خلال 30 40 سنه كل محافظ يجي يقوم معلي لي دور، معلي لي دورين، معلي لي ثلاثه. يحصل ايه؟ ان الشبكات اللي مصممه عليها المدينه ما تستحملش المرافق. فنبتدي نعمل ايه؟ نكسر في عشان كده ما فيش شارع في مصر يتسفلت ويتعمل. ليه؟ لان انا بغير الاشتراطات. فهنعمل في القانون 119 حاجه ممنوع منعا باتا ان انا اغير اشتراطات المباني تحت اي مسمى. يعني ما ينفعش حضرتك المحافظ يجي يقول والله المنطقه دي هنسمح بتعلي الدور. تمام؟ لا، مش سلطتك، ما تبقاش هي سلطته حاليا. نعم. حضرتك ما تبقاش سلطته. تمام؟ واحنا عندنا صحراء كتير فنقدر نتوسع فيها. فبالتالي هنقضي على الايه؟ موضوع المخالفات والعشوائيات. طيب المواطنين بقى. طيب المواطن الدوله كده انا حل له مشاكله في الايه؟ في قانون 119. المواطن اللي بيخالف، بيخالف ليه بقى؟ انه بيكسب اكتر من الراجل ما بيخالفش. تمام؟ طيب نحل الموضوع ازاي؟
هي الحصول على تراخيص في صعوبة إدارية سيادة النائب وفي تكلفة برضو بيتحمل في صعوبة إدارية ودي حلتها له يعني ما بقول حق قانون 119 هنسهل الحصول على التراخيص هيبقى بالإخطار إن أنا زي دول العالم ما بتعمل أنا مثلا ندي حي زي مثلا مصر الجديدة عندي شرطات مباني شرطات مباني يعني الارتفاع الردود الكلام ده بعتمد 50-60 استشاري أنا عندي حتة أرض بروح لأي استشاري يعمل لي التصميم ويدي للحي صورة من الواقع الحي ما رضيش عليه خلال أسبوع تبقى رخصة سعية تمام ويبقى دور الحي بعد كده المطابقة يعني المطابقة إن أنا المواصفات دي بالفعل منفذة بعد ما أخلص يجي دخل المرافق لأني مطابق بدخل ما ليش مطابق يبقى الاستشاري والمقاول والمالك التلاتة يتحولوا لإيه للنيابة تمام طيب اللي يخالف يعمل معاه القانون الحالي بيقول إزالة تمام طيب في حملة إزالات حضرتك مكبرة طلعت النهاردة وطلعت زادت طيب طلعت الحملة تاني يوم الناس بنت تاني هنعمل ايه يبقى كل يوم نطلع بحملة وكل يوم ناس تعد ونبني لا احنا نعمل ايه لازم وجود محكمة متخصصة في مخالفات المباني عشان اقدر على عشوائيات لا يعقل ان عندي 60% من مصر طلع لي عشوائيات وفيها مخالفات تمام ومسببالي مشاكل في كل حاجه وما يبقاش في محاكم متخصصه ليها ده حضرتك انا عشان احكم في قضيه مخالفات وبل ما تاخدوها في المحاكم العاديه يكون الراجل باع الشقه والناس سكنوا فيها وبقى فيها عفاد تمام فلازم يبقى في محكمه متخصصه ونيابه اسمها نيابه البلديه للبت في هذه الامور اثنين نعمل بعد الازاله او المصادره بحكم قضائي يعني ايه حضرتك سيادتك بتخالف بدل ما ابعت لك انذار ان انا هزيل هبعت لك انذار انك لو استمتت في المخالفه هصادر بعد ما تخلصي للجهه الاداريه لو صادرت الواحد في مصر المخالف ما فيش بني ادم تاني هيخالف ما هو طبعا لان هو بنى بالفعل وكلفه واصبحت غير ملكه مش هيدي يا عم لو هو بيعتمد ان انا بهت باجي تاني يوم ايه طب ده يستلزم تعديل في طبعا قانون 119 عشان كده حضرتك انا كنت بقول ايه نخلص قانون البناء الموحد بالمشاكل بتاعته نسهل فيه على المواطنين عشان ما بقاش لي حجه انه يخالف ان انا اسهل الحصول على الترخيص الغي موضوع ان المحافظ يصحى يغير الاشتراطات بتاعه المباني ان اسرع بموضوع الاحوزه العمرانيه واخد بال حضرتك ان رابع حاجه ان المواطن اللي هو هيخالف اصدر جزء مخالف بحكم قضائي وبأطالب وانا على الهواء لابد اذا كنا جديد في القضاء على العشوائيات وجود محكمه متخصصه ليها بعد كده حضرتك ابتدي بقى اعمل قانون معالجه المخالفات احنا بقى في امر واقع موجود بالفعل ان أيوة. في مباني كتيره موجوده قبل حاجة ان بقول احل المخالفات ازاي اوقفها احنا باللي حضرتك قلته بالتعديلات دي كده هتقف يعني الجديد مش هيخالف حلو الجديد القديم بقى حضرتك القديم نعمل فيه ايه في حضرتك بعض العمارات لا يمكن التصالح عليها زي واحده حضرتك عماره مصممه بس تمثل خطوره على الناس ده مش هتصالح معاه واخد بال حضرتك واحد حضرتك مخالف لارتفاع الطيران المدني نعم مش هتصالح معاه واحد مخالف لخطوط التنظيم واخد بال حضرتك ده مش هتصالح معاه بس انا بتكلم خطوط التنظيم ايه اذا كان اساسا في المنطقه فيها خط تنظيم نعم واخد بال حضرتك لكن معظم الاماكن العشوائيه ما فيهاش خط ايه طب سيادة النائب في اماكن بيبقى التنظيم جه بعد ما المباني طلعت يعني بييجوا يخططوا الشوارع ويقولوا ايه ان بعد كده العمارات دي لو وقعت هيبقى الشارع نهر الشارع هيوسع يبقى قد كذا في الحاله دي هنستنى بقى العمارات 100 سنه مثلا لا ما هو حضرتك لا ما انا الاول دي ما واحد لازم اوقف القديم ده انا ما اقدرش تقولي زيل 20 مليون واحده ما الناس هتسكن فين لكن حضرتك مش تسكن فين دي ثروه عقاريه لكن اعمل ايه حضرتك بقى ابتدي الحاجات القايله للسقوط اشيلها تمام الحاجات المخالفه للارتفاعات بتاعه الطيران المدني اقصر الايه المباني فابتدي اتصالح مع 90% من المخالفات اللي موجوده واخد بال حضرتك وفي نفس الوقت عشان اقدر ان انا احصل ايرادات اقدر ان انا اقنن اعمل له شبكات اعمل له صرف صحي اعمل له ميه ما هو مشكله الصرف الصحي والميه في مصر يا حضرتك
هي الدولة عمرها بتنزل أراضي إلا لما تكون عاملة المرافق بتاعتها؟ لا هي بتنزلها بالمرافق. طيب. بس هما بيبنوا على أراضي الدولة بيحصل. ما نزلتها. اللي بيحصل إيه بحق إن الناس بتخلف وتبني يقول للدولة اعملي محطة مية اعملي محطة كهرباء اعملي مش عارف دخلي المرافق تمام. طب ما ده قسط على الدولة واخد بال حضرتك. قبل كده كان في سبب انك انت بتقول ان انا مش لاقي. طب دلوقتي حضرتك انا اما بعمل لك اسكان اجتماعي اما بزود لك الارتفاع داخل القرى اما بسهل لك الحصول على التراخيص اما بسهل لك الايجار دي كلها يبقى اي حد هيخالف بعد كده بالقانون حضرتك نصدر جزء المخالف بتاعه. ده الحل الوحيد لوقف المخالفات. وحضرتك لو تفتكر في عام 2001 وقفت المخالفات نهائي اما تحول المخالف للحاكم العسكري تمام كله خاف محدش خالف. طب سيادة النائب بالامس طرح الرئيس في مداخلة لي ان ما ينفعش ان الناس تبني وبعد كده تقول للدولة ركب لي المرافق والخدمات. في حالة اذا كان هو قام بالفعل بالبنى طب ما يكمل هو ويعمل هو المرافق دي الدولة تدخلها وهو اللي يتكفل بيها يعني من ميزانيته هو. ما لحظة حصل ايه نقول 80% من هذه العشوائيات الدولة عملت لها مرافق. نعم يعني في 80% هو حضرتك ما هي كده الدولة ساعدتهم برضو او شجعتهم الناس اللي ساكنة دي في حد يسكن في عمارة من غير مية وكهرباء وغاز؟ لا طبعا. فبقول حاجة 80 كمان او يمكن 90% من المخالفات دي وصل لها مية وكهرباء وغاز. طب نقول للدولة انتوا عملتوا الكلام ده ليه؟ يقول لك عشان كانوا بيسقوا المية بيسقوا المية والكهرباء. نعم. فيبقى من كله فعشان كده عملوا هذا الكلام. طيب يبقى حاجة الوضع ايه؟ ان اي حد يبقى قانون 119 ده لازم يطلع وينفذ بحسب اي حد بعد كده ازالة لو يعني ازاله ده حاجة اما يكون مخالف في 2 سم في 3 سم في بوز لكن واحد مخالفني في المبدا كله نعم. او من غير رخصه ده يا عم ده حاجة هاجي اهدله بيبني تاني يوم لا انا هصده وابيعه في مزاد علني لصالح الدوله. لو عملت كده حضرتك ما فيش بني ادم في مصر هيخالف يبقى انا قضيت على المخالفات. طيب بعد كده بقى او مطلع قانون المصالحه اللي هو المصالحات بتاعت مخالفات البناء للناس اللي وصل لها مرافق ويبتدي يدفعوا قيمة هذا الكلام. بس مش عايزين نغالي في هذا الكلام. بمعنى انا حاجة بمنتهى البساطة كده القانون الناس اللي واحد خلفت دي الراجل ده خد شقة مثلا ب 200,000 جنيه انا اما اجي اقول له ادفع لي 30,000 أو 40,000 جنيه هو مش هيدفع. نعم. معوش. لكن اما اجي اقول له حضرتك ادفع لي 100 جنيه كل شهر لمدة 10-15 سنة دي يقدر يدفعها. هيقدر يدفعها وابقى رابطه بالايه؟ بالكهرباء والميه. ايه اللي مش هيدفع؟ هيتقطع عنه الخدمه. عليه ف 100 جنيه او 200 جنيه في الشهر اما تضربيهم حضرتك في 20 مليون وحده يدوكي كام؟ 4 مليار في 12 ب 48 مليار يبقى انا احصل من المخالفات دي 48 مليار. لكن لو جيت عملت القانون ادفع 30,000 جيت في العماره واحد دفع والباقي لا وما دفعش هذه العماره ازاي؟ قال لك معيش ده راجل دخله 2,000-3,000 جنيه اللي عايش في الحته العشوائيه دي ده ما اقول له ادفع لي 20 او 30 معوش. لكن لما اقول له حاجه ما ادلوش حجه بقى وادفع لي 200 جنيه كل شهر في مقابل الخدمه اللي عملتها له يبقى هجيب لي الدوله كام؟ 48 مليار في السنه. نعم. كده يبقى اسمي حصلت مبلغ محترم في نفس الوقت ما ضغطتش على المواطن ومالوش حجه انه ما يدفعش. نعم. طيب ايه اللي هيجيب ايرادات جامده ثانيه للمخالفات؟ الاسخن من كده اللي مغير النشاط يا فندم اللي هي أخطر. النشاط من سكني الى تجاري. بص بقى حك على مصر الجديده ومدينه نصر والمحلات والكافيهات حك انا عندي لا يقل عن 10% ل 15% مخالفات تغيير نشاط من 42 مليون واحده يعني بنتكلم خمسه سواء واخد رخصه او مش واخد رخصه اساسا. نعم. حك بنتكلم في 5 مليون واحده اللي مغير لي السكني اعمله لي شركه مكتب عياده لدرجه ان الايجار القديم بيغيروا يعملوا عيادات ومكاتب. ده بيأثر عليا في ايه انا كدوله؟ في الزحمه، في الباركنج، في استخدام الخدمات. طبعا. لان انا مصممه شقه ليها كثافه سكنيه بعدد سكان معين ما يعمليش كثافه بيها بحاجه هدايه. طب الناس دي كلها حضرتك لو دفعت بس حضرتك متوسط 1000 جنيه في الشهر غرامه شهريه تمام لمده كذا سنه جابوا لي 4 مليار تانيين. نعم. ف 8 مليار حاج في 12 بكام؟
96 مليار في السنه لمده 10 سنين لموازنه الدوله، اخد الفلوس دي بقى اكمل بيها المرافق. بس انا ما اقدرش اعمل الخطوه دي الا لما اكون متاكد ان انا همنع اي عشوائيات. تلسات رئيس قال لك طب انا ماشي هعمل المرافق دي، هيسبقوني تاني وهكذا. ما ينفعش. طب سيادة النائب عشان وقتنا انتهى، عايز اعرف من حضرتك موعد صدور هذا القانون. الحقيقة انا دلوقتي زي قانون الضريبة العقارية انا غيرته وقدمت باقتراح كتير جابت، وهنناقشه يعني راح لجنة الاقتراحات والشكاوي، وهيطلع لجنة خطة الموازنة ويخش جلسة عامة اعتقد على اول شهر يناير. قانون بتاع البناء الموحد انا تقريبا خلصته وهتقدم بيه في المجلس على اول شهر يناير باذن الله، بحيث ياخد الطريق بتاعه للتعديل ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك في نهايه هذا اللقاء وفي انتظار صدور هذا القانون سياده النائب معتز محمود عضو لجنه الاسكان والمرافق بمجلس النواب، بشكر حضرتك يا باشا. شكرا يا استاذ غاده مسيفا. الشكر موصول لكم مشاهدينا، غدا باذن الله لقاء جديد وحلقه جديده من القاهره مع فريق عمل جديد. شكرا لكم والى اللقاء.